أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. المقاومة اليمنية تقترب من السيطرة على مطار الحديدة بالكامل. اتفاق أمريكي تركي على خريطة طريق بشأن مدينة منبج السورية. السعودية تقر قانونا لمكافحة التحرش وتفرض عقوبة سجن وغرامة مالية للمعتدي. بحسب استطلاع للرأي، البقاء في منطقة اليورو رغبة ملحة للإيطاليين. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان في البيت الأبيض. وفي الصحة، الذكاء الاصطناعي يتفوق على أطباء الجلد في اكتشاف الأورام. وإذا أردت إنجاز عملك جيدا عليك ببدء المهام قبل منتصف النهار بحسب دراسة علمية. وأخيرا في الرياضة، الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد استعداد النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي للمشاركة في مباريات كأس العالم.